عبر الفنانة السورية أمل عرفة عبر صفحتها على فيسبوك ورصده موقع سناك سوري عن احترامها للفنانة منى واصف كاتبة: أريد هذا الصباح أن أطبع قبلة احترام شديد وتقدير كبير على جبين العظيمة منى واصف، متسائلة خلال منشورها عن مدى حاجة الدراما السورية لأمثالها، لكونها لم تسمح لإبر التجميل وجراحي التجميل أن يلمسوا وجهها، فبقيت جميلة وساحرة وبقيت منى واصف البهية على حد وصفها.